اي سعيد لك وعطيب الله عليك وارج لك وارج لك الاهداف عليك وتنهار الاهداف عليك وتنهار واحد حط وواحد شال لك واحد حط وواحد شال لما سعيد يهز المرمى لما سعيد يهز المرمى بيفرح قلبه للجولان وبيفرح قلبه للجولان اللعبة صيطة للمري واللعبة صيطة للمري فيها طخ وفيها طيب وفيها طخ وفيها طيب ولما بتضيع الطابق ولما بتضيع الطابق بنبدلها بالبطيخ وبنبدلها بالبطيخ بنبدلها بالبطيخ ربي يعوض عليك لك ليش اجيت هلا يا سعيد؟ شو ليش اجيت؟ جاي اعزمكم تعزمنا ليش نحن بدنا عزيمة؟ انا بعرف انت لازم تضل بالبيت هلا فريد صار معك شيء على الطريق ما بتروح عليك المباراة دخا ما بتروح عليك بلا بتروح عليك مباراة شو اعمل يعني؟ شو تعمل؟ لازم تضل بالغرفة لقبل المباراة بنص ساعة مو هيك ابجد ايه لك قال ايه والله عم يحكي جواهر رفرفي قوم خذوا وصلوا على الغرفة يلا امشي لك طول بالك ابو ليلى ما تنسى تعزم اختي ام ليلى على المباراة ها شواربي شو هالحكي معقولة ما نعزمها وانت عماد لا تنسى تعزم زمرد ايوه زمرو طيب الله يسمعنا الاخبار الطيبه يا شباب لا حدا يحكي بالعرض ها خلص بنحكي بطول لك زمرو زمرو بدك تدخن روح انا تدخن ايوه مزعوج مني شيء ما راح مزعوج في عمر قتلي قوم شو رايك قدام الفاصوليات مش عارف يقلب بلا ما نلعب مع البرازيل شجع يا سعيد حلوة يا بابا لو تسرع بجانتي مشان الله مالي مسرع مالي مسرع لك بعرف مانك مسرع بحكي انا تحسبا لقدام استحياطا يعني مشان ابو سعود لازم نخاف عليه كمان معنا ابو جانتي ما بدنا نعزم جابر وابو الملوك ايوه أنا كنت ناوي أطلع على الجامع هلا وزيع من على المادنة أعزم لك سوريا كلها يا شو رأيك؟ لا يا شباب شبكم ما بدنا هالتنقلات هي ما منيحة يعني نحن لازم دغري أنا خلص تركي الموضوع لي لا تعزم حدا ليه؟ أخي شلون ليش؟ نحن خايفين عليك يا سعيد ما بيصير شبكم لا سيدي أنا بحبز التنقلات وبدي أروح أعزم أبو الملوك وجابر واللي ما عجبه يور من خلقتي وانا بحبز التنقلات معلش اعزمه لجابر وين المشكله اعزمه ايوه بس يعني انا بعينك على راسي ابو جانتي انت بتعرف معزتك عندي انا بس كل حكي مشان ابو سعود الله وكيلك وعدو وعدو ايوه شو صاحبك ايه يعني عم يدير باله على سعيد فيك تقول بديجار يعني بديجار ايه شو عليه بيلبق له لك الله يديمك يا ابو الملوك ان شاء الله رح تقدر تجي على المباراه والله انا والتابع من اصحاب بس انا جاهز لكل شيء يعني ايه والله جيتك بالدنيا يا ابو الملوك يعني بتنور اذا جيت تسلم يا ابو جانتي الله يقدرنا معلمي بقدر روح معهم والله اذا بيقبلوك ما عندي مانع ايه ولو عمي ابو الملوك جنط على العين والراس بس لو كان كروم تأمرني شيء معلمي بأمان الله يلا بخاطرك مع السلامة خاطرك جان الله معك معلمي أبو جانتي الله معك سلامة جان ورا شريف سعيد مع السلامة يروح على شغلك يا ابني يروح على شغلك بس لو كانوا يعرفوا الشباب شو اللي بيلبق لهم لك ايد ايدك ولا افياض الصاف حاضر محمد وليد ميسي حاضر الأهداف عليكم تنهار الأهداف عليكم تنهار الأهداف عليكم تنهار الأهداف عليكم تنهار واحد حط واحد شال واحد حط واحد شال واحد حط واحد شال لما سعيد يهز المرمى لما سعيد يهز المرمى افرح قلبه لسوق الهار افرح قلبه لسوق الهار افرح قلبه لسوق الهار افرح قلبه لسوق الهار لعبة صيطة للمري لعبة صيطة للمري فيها طاخ وفيها طيب فيها طاخ وفيها طيب فيها طاخ وفيها طيب فيها طاخ وفيها طيب ولما بتضيع الطابة لما بتضيع الطابة عم يمشي دادي ايه دادي عم يمشي
مش قلبي الطاقية يا مش قلبي الطاقية غسالة باقية غسالة باقية طاق طاق باقية طاق طاق باقية رن رن يا جراس رن رن يا جراس عمي راكب على الفراس عمي راكب على الفراس عمي بقلبكم انت ويا جوار ولا اللي بيسمعكم فكركم فرقة عراضة خلص روقونا اللي شو بدنا نساوي يا عمي نرجع ابو عبدو الجحش حاضر